مرحبا فراشاتي الصغار، لا نزال تحت محور المقارنة. لقد درسنا فيما سبق أبعد وأقرب، اليوم سيكون درسنا أطول وأقصر. أطول وأقصر، أحسنتم. سأقوم مثل العادة بكتابة كلمة أطول. أطول، سأكتبها مرة واحدة وأنتم تكتبونها بقية المرات. أطول هكذا، ثم أقصر. هذه كلمة أقصر. أقصر، أطول وأقصر. كل ما عليكم هو إتمام بقية النقاط. سنمر إلى التمرين الموالي. وماذا يقول هذا التمرين؟ ألون أطول شجرة وأحيط بخط مغلق أقصر شجرة. سنبدأ بالجزء الأول مثل العادة. أقوم بتقسيم السؤال. ألون أطول شجرة، هذا الجزء الأول من السؤال. أين هي أطول شجرة؟ لدي شجرتان، هذه شجرة وهذه شجرة. ما هو؟ من هي الطويلة والقصيرة؟ فلننظر إلى هذين القلمين. هذا قلم طويل وهذا قلم قصير. انظروا إنه أقل من القلم الأول. هذا قلم طويل وهذا قلم قصير. إذن فلنمر إلى شجرتين. هذه شجرة وهذه شجرة. أين هي الطويلة؟ نعم، هذه الشجرة هي الأطول. إذن أقوم بتلوين هذه الشجرة. هكذا أطفالي، أكون قد قمت بتلوين أطول شجرة. أحسنتم. سننتقل الآن إلى الجزء الثاني من السؤال. ماذا يقول؟ أحيط بخط مغلق أقصر شجرة. أقصر شجرة، نحن قمنا بتلوين أطول شجرة. الآن أين هي أقصر شجرة؟ نعم، إنها بجانب الشجرة الطويلة. سأقوم الآن بإحاطة الشجرة القصيرة بخط مغلق. هاته هي الشجرة القصيرة. هاته أقصر من هاته. هذه الشجرة أقصر من هذه الشجرة، وهذه الشجرة هي أطول من هذه الشجرة. اليوم أصدقائي تعرفنا على الأطول والأقصر. يوجد في القسم من هو أقصر منك ومن هو
أطول منك. أتمنى أنكم تعلمتم ما معنى أطول وأقصر. نحن يمكننا المقارنة بين شيئين مثل هذان القلمان، هذا أقصر من هذا وهذا القلم أطول من هذا. أحسنتم صغاري، انتهى درس اليوم وقد تعلمنا وتعرفنا عن الطويل والقصير. إلى اللقاء في الدرس الموالي.